أننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، فإننا نعتز بأن وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية تعكس بكل وضوح رؤية مؤسس الدولة العظيم المغفور للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بأن تكون الإمارات دائماً نموذجا وقدوة لدول العالم أجمع في التسامح والتعايش السلمي. إننا نحمد الله أن هذه وثيقة تقوم على الثوابت والغايات الأخلاقية النبيلة، كما أنها وثيقة ترفض التعصب والعنف والمغالاة، وهي كذلك وثيقة تؤكد على أهمية أن يتوحد الجميع بصرف النظر عن اختلافاتهم، يتعايشون معا ويعملون في بيئة يسودها السلام والمحبة والعدل والحكم الرشيد، وهي فوق ذلك كله وثيقة تؤكد على حرية المعتقدات وحماية دور العبادة، وتعمل على تهيئة الجميع للعمل المشترك من أجل مواجهة كافة المشكلات والتحديات في هذا العصر. إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية إنما نشير بكل فخر إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد قام بالجهد الأكبر في سبيل إعداد وإطلاق هذه الوثيقة من أرض الإمارات الطيبة بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، باعتبارهما السلطتين الروحيتين الأعلى في هذا العالم. إنني أقول دائما أن وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية هي رسالة سلام ومحبة ورخاء من الإمارات إلى العالم، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تأكيدا من سموه على أننا في الإمارات نحترم كل الأديان والمعتقدات، وأننا نعمل بكل جد والتزام على تطوير العلاقات الإيجابية مع أصحاب الحضارات والثقافات المختلفة. أنتهز هذه المناسبة كي أتقدم إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق الشكر والعرفان والاحترام لدوره المرموق في إصدار هذه الوثيقة التاريخية، ولحرصه القوي على أن تكون الإمارات دائما نموذجا للمجتمع الناجح بقيمه ومبادئه ونظامه وبعلاقاته الطيبة مع الجميع لما فيه تحقيق الخير والرخاء للجميع.